أسعار الخضار تقريبا من الأيام هاي طبعا أكيد مرتفعة، بالنسبة إنها يعني كالوضع المادي الموجود في طن خاصة في الأيام هاي بتلاقيها إنها كتير مرتفعة، يعني الواحد راتبه دوب ويكفي أسعار الخضار اللي بيجي يشتري فيها ولا التزاماته الثانية. فبيحكوا لنا بالنسبة كجو، يعني تيجي تسأل ليش الأسعار مرتفعة بقول لك اختلف الجو، الخضرة هذه في منها صارت تتصدر، في منها كمان صارت إنها تجينا من بلاد برا وحاجات مثل هيك يعني. فإحنا بالنسبة لنا بنعتبر إن الأسعار غالية كتير. الأسعار يعني منيحة تقدر تقول، يعني أصناف أصناف، أما الحركة يعني في ركود شوي، الناس أوضاعها مش يعني بدور على الرخص، وفيش موقف سيارات انه يجيك ناس من برا على سوق المخيم. السبب كان تصدير على ما اعتقد، تصدير لانه البطاطا هيك شايفها صارت بنص ليره مكومه، لما بقت ب 80 ما ضل ولا حبه، ما كان يضل حبه. كذلك الامر في البندوره، لما بتكون غاليه الناس بتاخذها، لما بتكون رخيصه بتصير خلص ما حدا بيقرب عليها. الأسعار يعني عادية تقريبا، بس في ضعف يعني على إقبال الشراء. تلاقي الراتب الواحد 350 ليرة، شو بدي اشتري يعني هذا؟ شو بدي لحق؟ عش بدي لحق على خضرة ولا بدي لحق على مونة ولا بدي لحق على ايش؟ يعني مثلا عندك مثلا يعني مثلا كيلو اللوز 3 ليرات، بدي اشتري كيلو، لا بدي اشتري كيس رز احسن له. هذا اللي بصير. مثلا الكوسة بنص ليرة، شو بدي اشتري هذا؟ بدور على العرض، لما اشتري البوكس بليرة بيجي بيشتري. والله الاسعار اللي يعني الايام هاي كويس، يعني ماشي حالها، يعني بالنسبه للكوسه سعرها كويس بنص دينار الكوسه، بس هي اللي يعني الشغل الوحيد اللي غالي انا في سوق الوحدات اللي هي البندوره، يعني غاليه شوي، يعني من 75 ل 85 تقريبا. الباذنجان في عندنا المحشي زي هيك بنص، في العجم بنص كمان، الزهره ب 75، يعني هي برضه غاليه يعني زي البندوره شوي. والله سبب ارتفاعها ما فيش، يعني الارتفاع ما موجود، وبعدين اسعار ما غاليه كثير، وبالنسبه للناس والله ما في اقبال للشراء، ما فيش، ما الله اعلم، ما فيش يعني اقبال لانه الاسعار غاليه. لا في بيشتري بس على الخفيف، يعني مش زي اول، يعني مش دهك زي اول، يعني التفاح كان بلا مؤاخذه كان رخيص، كان بنص ليره الكيلو الكل يشتريه، بس حاليا بليره، يعني الناس مش كلها معها مصاري تشتري، يعني او انه الوضع يعني واشغال واقفه. الهيئة الملكية الأردنية للأفلام منذ تأسيسها بتحاول تركز على بناء قدرات الشباب والشابات والأطفال
في الأردن من خلال إعطاء فرص للتدريب على عدة مجالات في فن وصناعة الأفلام. نعطي ورشات في الإخراج، في الكتابة السينمائية، في التصوير السينمائي، في باقي المجالات اللي مهتمين فيها الشباب والشابات. هلأ إحنا بنعقد ورشات عمل على بمستوى شهري في عمان أو في مراكز الأفلام المنتشرة في 6 محافظات من المملكة. بنحاول من خلال هذه الورشات إعطاء الفرصة للشباب للتعرف على فن وصناعة السينما، وأيضا أعطاهم الفرصة لتجريب لتجريب عمل أفلام بتعبر عنهم وبتعبر عن مجتمعهم، بتعبر عن طموحاتهم وعن مشاكلهم وعن كل ما يدور في ذهنهم. فهدفنا كمان إنه من خلال هذه الورشات نبني قدراتهم على تهيئتهم لسوق العمل، لأنه هنالك سوق عمل مهم الآن في الأردن هو قطاع الأفلام. يعني إحنا مش بس إنه بنحاول إنه نعطيهم الفرصة يعبروا فيها عن نفسهم من خلال هذه الورشات، بل أيضا إنه بنحاول إنه نهيئهم لسوق العمل وبناء قدراتهم وتدريبهم على هذه الفرص اللي تتيحها فن وصناعة الأفلام. إحنا بنحاول حسب قدراتنا إنه نوسع هذه التجربة لكل محافظات المملكة. إحنا بلشنا أول بأول، والآن الحمد لله وصلنا إلى 6 مراكز منتشرة في المملكة. هذه المراكز موجودة في الآن في الزرقاء، وموجود عندنا بالبتراء، وفي عندنا بوادي رام، وموجود في السلط، وموجود في المفرق، وفي بالعقبة. هذه المراكز موجودة هناك حتى تقدم الخدمات التدريبية للشباب والشابات المهتمين بهذه المناطق، ومساعدتهم للوصول إلى هذه المراكز بأريحية. وتم تزويد هذه المراكز بكل المعدات والمواد المطلوبة لعمل دورات تدريبية بهذه المناطق. وإحنا الورشات اللي عم نعملها دائما على مستوى عالي من الحرفية، سواء باختيار المدرب أو باختيار المحتوى أو بالمعدات المتوفرة في هذه الورشات. وإحنا يعني تقريبا معظم الحمد لله معظم الناس اللي بيشتغلوا بهاي المهنة الآن في السوق هو المحترفين أو صناع الأفلام اللي صارين معروفين على مستوى المنطقة. الحمد لله تم تخرجهم من هذه الورشات وتطوروا معنا في هذه الورشات، أخذوا ورشات المبتدئين ثم انتقلوا للورشات المتقدمة، وهكذا حتى أنهم صاروا قادرين أنهم يمتهنوا فرص عمل على مستوى الأردن وعلى مستوى كمان المنطقة. الملكية الأردنية للأفلام هي مؤسسة عامة تتمتع باستقلال مالي وإداري، تأسست عام 2003، بديرها مجلس مفوضين برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين. يمكن الهدف اللي قامت على أساسه الهيئة في البداية هو تطوير وتنمية صناعة أفلام أردنية حديثة رائدة وقابلة للتنافس عالميا. طبعا بالإضافة لأنه الهيئة بتعكس يمكن الـ يعني التوجه الرئيسي
الرسمي بأنه الأردن يلعب دور ريادي من الناحية الثقافية والاقتصادية في مجال المرئي والمسموع في الأردن. بحب أحكي عن النشاطات اللي بتقوم فيها الهيئة. في عنا يعني من النشاطات هي دعم إنتاج الأفلام. الهيئة ليست جهة منتجة للأفلام مثل ما كتير ناس بتعتقد، لأنه مش من أهدافنا أنه ننافس شركات الإنتاج، وإنما دعم إنتاج الأفلام بمعنى تقديم الدعم اللازم للإنتاج السينمائي والتلفزيوني في الأردن، بما في ذلك تسهيل الحصول على تصاريح التصوير في الأماكن العامة في المملكة، تقديم خدمات للتخليص الجمركي، المساعدة في البحث عن مواقع تصوير مناسبة للأفلام، بالإضافة أيضا لترويج الأردن كموقع لتصوير الأفلام، وهذا شيء مهم كتير، لأنه بعيدا عن أنه الأفلام أو صناعة الأفلام بجانبها الترفيهي اللي يعني سائد بشكل عام، مهم كتير نعرف أنه صناعة الأفلام أصبحت يعني جزء مهم بيرفد الاقتصاد المحلي للبلد، وبيساهم في ترويج السياحة، ترويج السياحي للأردن. فمثلا يعني أكيد في الأردن بتمتع بسمات وبعوامل جاذبة للمنتجين والمخرجين إنهم يصوروا فيه. التنوع التضاريسي اللي منشوفه في الأردن من صحارى، من شواطئ، من جبال، من مواقع أثرية تاريخية، كلها بتجذب للتصوير في الأردن. بالإضافة أيضا يعني البنية التحتية الجيدة، سهولة التنقل اللي بيقدمها الأردن، وأكيد من أهم الأشياء اللي هو تمتع الأردن بمناخ سياسي واجتماعي آمن ومستقر. يعني للأسف أكيد عم نشوف كيف المنطقة عم بتمر باضطراب وبأزمات، فالأردن بيضل بلد آمن بالنسبة للإنتاجات الأجنبية إنها تيجي تصور فيه.
بالنسبة للمركز هوني المكتب بتعامل بنظام في أرقام. لا أنا لاحظت شيء إنه ما في يعني محسوبيات ولا في شيء، وهذا شيء كتير كويس. هناك كمان استثنائيات بالنسبة للمرضى والمسنين، لهم استثنائيات في عدم الوقوف، النساء الحوامل، النساء اللي معهم أطفالهم رضع، هذول يعاملون معاملة يعني معاملة بسرعة، ما بينتظروا على الدور. وبالخلال الرقم اللي انت شايفه انه 300 معاملة منجزة يعني خلال 3 ساعات، هذا شيء عظيم جدا الأمانة. أنا صار لي واقف تقريبا ساعة بشوف الموظفين قايمين في واجبهم على أتم وجه. مدير المكتب كتير متعاون مع المراجعين وكتير بيخدم ناس يعني، وبصراحة يعني كل الشكر وكل التقدير لهذا الحكي. يعني الأزمة يعني الخانقة، يعني 4 ساعات إلنا لسه ما طلع دورنا لحد الآن، من الصبح من الساعة 8 والساعة الآن كم فيها 12 واحدة، يعني حوالي 4 ساعات. عملية إصدار بطاقة عم تأخذ وقت مع الموظف، لا في أعداد موظفين كفاية ولا في أجهزة كفاية، والإقبال زيادة عن اللزوم، مش قادرين يستوعبوا الأعداد الهائلة اللي صار. الواحد بحاجة لثلاث أيام إجازة عشان يقدر يحصل على هوية أحوال مدنية. آخر تحديث أنا هسا سمعته من الشباب إنه اللي بيقدم على هويته اليوم بيستلمها بكرة، يعني بكفيش إنه يوم عمل واحد راح يضيع على الموظف، لا كمان في يوم ثاني حيضيع على الموظف. الموظف اللي هو أصلاً بيشتغل وبيأخذ دخل، وهذا الدخل تبعه من خلاله بتقتطعه ضرائب مهمتها تطوير هاي المؤسسة وهذا القسم الإداري. فإذا إحنا مش قادرين نعالج هذا الموضوع المطلوب نهتم فيه، وكمان الناس اللي بتوقف هاي مش واحد ولا اثنين، انت طالب تعديل هويات لناس تعدادها حوالي 10 مليون، فبالتالي المطلوب تكون عندك آلية أحسن من هيك. وصلنا يعني 9، ضل الدور للساعة 11 حوالي 100 بس، كانوا ماشيين 100. بعد ال 11 لما انتوا اجيتوا، لما وصلتوا صار الدور يسرع، يعني بهدول الساعتين اللي انتوا قضيتوهم هون وصل الدور هلا حوالي 300 وشيء. فنط يعني نطة كبيرة، يعني حوالي 200 بساعتين. احنا من الصبح من 9 لحد ال 11 100. لما التلفزيون اجى صار نطة 300، يعني مشوا 200. لازم اول شيء مراعاة كبار السن، عرفت؟ بعدين احنا اللي هم حتى لو انهم عاملين يوم للستات ويوم للرجال.
الورشة كانت تتكون من يومين، يوم نظري ويوم عملي، كل ورشة من الورشات اللي قاموا فيها، وكان يكون المشاركين فيها طلاب بالسنوات المتقدمة وحديثي التخرج، وبرضه دكاترة متخرجين بس ممارستهم في الخيل قليل. فكانت الورشة هي عبارة عن زي ما حكيت يومين، وكان الهدف منها تدريب هؤلاء يعني الطلبة أو حديثي الدكاترة حديثي التخرج أو الدكاترة اللي ما عندهم باك جراوند في الطب في الخيول على الطرق اللي احنا بنستخدمها في تشخيص، الطرق المختلفة في التشخيص والطرق المختلفة في علاج الخيول وأمراضها. طبعا عملي اليوم كله كان عملي زي ما انت شفت حضرتك، عمليات ميجر وكبيرة ما تمت لله الحمد ما اجاناش شيء، لكن في كثير كانت إصابات في المفاصل، اجانا حالة كسر، اجاتنا حالة مغص، والطلاب هاي كانوا كلهم موجودين احنا معاهم حالة بحالة يعني على ايدهم في اللي هو تشخيص المرض والتعرف عليه وطريقة العلاج تبعته. الورشة هاي مبارح كانت نظري، كانت عن حالات ممكن تلاقيها خصوصاً بالأردن يعني منتشر كتير في الأردن، واليوم شفنا عملي، شفنا حالات كسور، حالات مفاصل أغلبها، شفنا حالات مغص كتير مهمة بالخيول. هل أنت كطالب تطلع بتكون نظري كتير، لما أجينا مع الدكتور سميح علمنا كيف نصير نفكر، أعطانا بروتوكول معين أو طريقة معينة ستيبس تقدر تحدد فيها المرض، لأن هذا الحيوان ما بحكي يعني، فأنت بتحدد شو المرض اللي بدك تلاقيه في هذا الحيوان. تيجي انت بتخيل مش رح تعرف اول شو ما رح يحكي لك، فانت بتتفرج بتشوف بتاخذ دقات القلب بتاخذ النفس بتشوف مثلا شو عنده حالات شو الاعراض، بتشبك امراض معينه معها بتصير تصفي شو الافضل يعني اكثر نسبه هو الاعلى يكون هذا هو هذا المرض، على اساسه بتبلش انت بروتوكولك بالعلاج بتبلش بتمشي الامور ان شاء الله. هلا بالبدايه انا رح اخذ الهيستوري من الاونر من صاحب الخيل، يعني انا ما بعرف إشي من ايش بشكور، اكيد رح يقول لي هو الاعراض اللي شايفها الاونر صاحب الخيل، رح يقول لي مثلا ما عم بياكل، قل اكله مثلا حركته صار عنده يقعد على الارض ويعمل رولينج، هذا كله يعني اشياء بتعطيني اتجه انا لجانب معين من مرض من امراض الخيل. طبعا انا اول إشي كطبيب بيطري لازم اعمل فحص لكل إشي، يعني ما بس اعتمد على كلام الاونر، لازم انا اعمل فحص لكل إشي، بنعمل للهارت ريت للريسبيراتوري ريت، بنشوف حركه الامعاء فيها، بنفحص مثلا ريكتال بالبيشن، بنسال قد ايه عمرها، بدنا نشوف والده مش والده، يعني هاي الاشياء كلها بتهمنا للتشخيص يعني لنعرف ايش المرض ونقدر نعالجه بسرعه يعني ونعطي الـ يعني الدواء السريع له. اليوم كان اليوم الثاني من أيام الدورة اللي بيقدمها دكتور سميح أبو طربوش، وبتعاون طبعا مع إسبانا جمعية حماية الحيوان اللي هي فرعها الرئيسي في لندن وهون بالأردن. تعلمنا عن المغص والأمراض بشكل عام اللي بتصيب الخيل، تعلمنا أنه في عنا العرج، كيف لما تجينا حالة عرج بالخيل هي شغلة ما لازم نتجاهلها أبداً، وصاحب الحالة كمان إنه مش لازم يتجاهلها لأنه هي شغلة ممكن تؤدي لمضاعفات كثيرة في المستقبل. كيف نقيم حالة العرج أول ما تيجي، كيف نشخصها، كيف نتعامل معها، يعني نعرف كل إشي بالتفصيل من البداية حتى النهاية حتى نوصل لنتائج مضمونة وأحسن بالنسبة للحصان وبالنسبة لصاحب الحالة، لأنه هذا يعني الإشي بيعزز الثقة في صاحب الحالة في الطبيب البيطري إذا كان هو بيشتغل صح وبيعالج صح وبشخص صح. جمعية حماية الحيوانات تأسست في الأردن 1995، بتعمل في عدة برامج، برنامج البيطري اللي بننفذه مع الأطباء البيطري أو العمل البيطري اللي بتم عن طريق المعالجات في جمعية حماية الحيوان. العمل الثاني اللي احنا بنكون فيه عملية تدريب وتوعية للطلاب المدارس في مركز تعليمي خاص بالطلاب في الموجود في منطقة المقابلين. العمل البيطري اللي احنا بنقوم فيه جزء منه كمان بتركز على اللي هو على الورشات التعليم المستمر المقدمة للأطباء البيطريين بالتعاون مع كلية الطب البيطري وبالتعاون مع شركات أدوية مختلفة في الأردن ومع نقابة الأطباء البيطريين الموجودين في الأردن. بنقدم خدماتنا أو مساعدتنا للأطباء البيطريين بحيث نرفع مستوى الخدمات البيطرية في الأردن وخاصة في مجال رعاية الفصيلة الخيلية اللي من الخيول والحمير والبغال.
والاهتمام فيهم. إجراءاتنا في عملية متابعة حالات الكلاب الضالة، أي شخص ممكن بيشوف حالة إنه كلب متعرض لدهس أو متعرض لمشكلة معينة ممكن يتصل معنا وإحنا نتابعه ونأخذه نعالجه ونعيد تبنيه لناس اللي هم ممكن يهتموا فيه ويعتنوا فيه. نفس الشيء بنطبق على الكلاب والقطط. طبعا كل المعالجات اللي بتقدم من الجمعية هي مجانية بدون أي مقابل، سواء من معالجات أو من إقامة وتغذية. طبيعي أي شخص بحاول بدي يتبنى الكلب أو بدي يتبنى القطة لازم يكون بحبهم وعنده اهتمام فيهم، عنده معرفة في الاهتمام فيهم، عنده دراية في الاهتمام فيهم، بوقع تعهد بأنه حافظ عليهم، يدير بال عليهم. ممكن إحنا كجمعية نتابع الكلب هذا أو البسة ونشوفهم ونشوف وضعهم في مكان إقامتهم، وبعد هيك كمان شو بحتاجوا معالجات إحنا بنقدمها لهم مباشرةً.